أهلا بكم من جديد. هل يمكن أن يصبح المغرب البلد الكبير القادم في إنتاج النفط؟ هذا السؤال يدور في أذهان العديد من كبرى شركات الطاقة في العالم في وقت يشهد هذا البلد الشمال إفريقي نهضة تاريخية في مجال التنقيب، حيث فتحت الاكتشافات النفطية على امتداد الساحل الإفريقي على الأطلسي شهية الشركات الكبرى للتنقيب عن النفط في المغرب، الذي ربما يشهد في العام القادم اكتشافات كبيرة تجعله منافسا قويا في مجال الطاقة. وبدخول 30 شركة في البحث عن النفط والغاز في المغرب، فإن المرحلة تمثل أكبر مجهود استكشافي في تاريخ المغرب. في البدء أثار اكتشاف هذه الحقول في عموم غرب إفريقيا وفيما يسمى الهامش الأطلسي اهتمام العديد من الشركات المبادرة إلى العمل في المغرب، وهي شركات صغيرة ومستقلة، لكن سرعان ما دخلت إلى الحلبة شركات كبيرة أيضا، بينها بريتش بتروليوم وشيفرون وريبسول الإسبانية. وسيجرى حفر 10 آبار في المناطق البحرية من المغرب خلال العام المقبل بحجم استثمار يبلغ زهاء $1 مليار. أما أهم العوامل الداعمة لجاذبية المغرب في هذا القطاع فهي قربه من الاتحاد الأوروبي وبنيته التحتية القوية، إضافة إلى استقراره النسبي وشروطه المالية المغرية بشأن التنقيب مقارنة مع ليبيا والجزائر. لكن فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، فإن قضية الصحراء الغربية تعقد الأمور على عمليات التنقيب عن النفط والغاز. فبعض أعمال التنقيب تجرى قبالة ساحل الصحراء الغربية، وإذا ما اكتشف النفط هناك فمن المرجح أن تنشأ نزاعات شائكة بشأن الجهة التي تؤول إليها عائدات النفط. لا تزال الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها بين المغرب الذي ضمها إلى أراضيه منذ ما يقارب 40 عاما في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو. ظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة قضية رئيسية في النزاع مع جبهة البوليساريو، والتي قادت نزاعا مسلحا من أجل الحصول على الاستقلال حتى إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين في عام 1991 وبرعاية من الأمم المتحدة. لكن بالطبع هذا لم يوقف الشركات في البحث عن سبل توسعها ووجودها هناك، خاصة عندما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة المغربية من أجل التنقيب عن النفط، باعتباره توفير مصادر الطاقة هو من ضمن الأولويات الاقتصادية، حيث أعلنت في الشهر الماضي كل من شركة تكساس كوزموس إنرجي وشركة كيرن إنرجي البريطانية عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل قبالة شواطئ مدينة بوجدور في الصحراء الغربية. مراقبون النزاع يؤكدون بأن كل ما تقوم به شركات النفط سيجعل حل النزاع في تلك المنطقة أمرا مستحيلا، حيث لن تكون للمغرب أي مصلحة أو حافز لمواصلة المحادثات داخل أروقة الأمم المتحدة إذا ما اكتشف البترول في هذه المنطقة. ويعتبر المغرب أول مصدر عالمي للفوسفات، كما أنه يمتلك 75% من الاحتياطي العالمي، بحيث يعد استخراج هذه المادة من منطقة بوكرا في الصحراء الغربية أهم نشاط اقتصادي في المنطقة. أيضا من المقرر أن يستثمر المغرب نحو $25 مليار من الآن وحتى نهاية عام 2020 لتطوير مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويهدف أيضا إلى بناء منشأة لإنتاج الغاز السائل على ساحل الأطلسي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من لندن السيد نيل أتكنسون، مدير أبحاث الطاقة في داتا مونيتر. أهلا بك معنا سيد نيل. بداية نتساءل، لماذا هذا الاهتمام في المغرب الآن بالنسبة لمشاريع الطاقة؟ وهل الأحداث الجارية في المنطقة والاضطرابات هي مؤشر على تغير الخارطة النفطية والتوجه إلى المغرب؟
يعتبر المغرب بلدا يتعين عليه استيراد الكثير من النفط، فهو لا ينتج الكثير من النفط للاستهلاك ذاتي، ويستهلك 250 ألف برميل يوميا، وهو من أكبر مستهلكي النفط في إفريقيا، واستهلاك النفط هناك يتزايد مع تزايد أعداد السكان، وهم يحاولون فعل شيء ما لتخفيض استهلاك النفط من خلال الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة مثل النفط ومثل عفوا الرياح وطاقة الشمس، وبالتالي نرى كل هذا الاهتمام بمنطقة الصحراء الغربية المرتبطة بنزاع طويل الأمد منذ عقود. وهذا ما أريد أن أسألك عنه سيد نيل، يعني اليوم هذا التهافت من قبل الشركات الأجنبية على نفط المغرب، هل يمكن للمغرب أن تمنح هذه الشركات أي عقود نفطية وما زال موضوع أو قضية الصحراء الغربية مفتوح؟ يعني نحن نتحدث عن حل ضبابي حتى الآن، لا حل لا سلام لا حرب في المنطقة. هذا هو الموضوع الأساسي كما قلت، فضم الصحراء الغربية للمغرب تم قبل 40 عاما، وهذا الضم غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، وقبل سنوات منحت المغرب عقود تنقيب إلى شركات أجنبية انسحبت تدريجيا لأنها لم تكن مدعومة من المجتمع الدولي في ذلك. وحاليا ما لم يقم المغرب بالحصول على اعتراف دولي أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، فمن غير المرجح أن تقوم الشركات الغربية الأساسية تشعر بالقدرة على مواصلة جهود الاستكشاف في الصحراء الغربية. هل برأيك موضوع النفط يمكن أن ينقل قضية الصحراء الغربية إلى أو الملف ككل إلى منطقة حاسمة، أم يعني كيف ستجري الأمور سيد نيل من وجهة نظرك؟ هل تحل قضية الصحراء ثم دخول الشركات، أم فعلا تطبيق وإعطاء هذه الشركات العقود ومن ثم يمكن أن نرى حل بالنسبة لمواقف هذه الشركات تجاه قضية الصحراء الغربية؟ تظل المشكلة هي موضوع الاعتراف الدولي بضم الصحراء الغربية إلى المغرب، ومن غير المرجح أن تقوم شركات النفط والغاز المهمة بالاستثمار في المنطقة دون اعتراف دولي بذلك. ولكن جزء من هناك دول تنظر الأمر بطريقة مختلفة في الدول المتنازع عليها، ومن ذلك الصين، وربما لأن الصين تظل متعطشة إلى الطاقة وإلى أيضا الأصول والاستثمارات في الخارج، هذا أمر ممكن ولكنه شيء من التخمين، هو أن تقوم الشركات الصينية بإبداء الاهتمام بهذه المنطقة، وهي لن تكون معنية بالضرورة بالاعتراف الدولي بعملية ضم المغرب للصحراء الغربية إلى أراضيه. يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن أن تتحقق هذه الاكتشافات سيد نيل؟ يعني ربما الشركات الأجنبية تراهن على ما وجدته في كندا تحديدا، هل يمكن أن يتحقق ونرى احتياطات ممكنة للنفط والغاز بكميات أكبر في المغرب؟ هذه هي المشكلة، لم يقم أي أحد بعمليات استكشاف واسعة إلى حد يمكن الحصول معه على أرقام دقيقة، ولكن هناك حديث حول 200 مليون برميل من الموارد النفطية والغازية في المنطقة، وهذه كميات هامة بالنسبة للمغرب. على المستوى العالمي هذا الرقم ليس كبيرا، ولكن مع الانتقال إلى العقود القادمة وارتفاع الطلب على الطاقة، فإن 200 مليون برميل هنا أو 200 مليون برميل هناك تؤدي بالمجمل إلى كميات هائلة، ولكن يبدو أن 200 مليون برميل من الاحتياطيات على الأرجح ستكون موجودة في هذه المنطقة إذا ما تم الاتفاق مع المجتمع الدولي على استكشافها. سيد نيل أتكنسون مدير أبحاث الطاقة في داتا مونيتور كنت معي من لندن، شكرا جزيلا لك. قال رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني انه سيكون لقطاع النفط والغاز اثر محدود على النمو الاقتصادي للبلاد في المستقبل القريب، ومشددا على الحاجه الى تنويع موارد اقتصاده.
تعليقا على هذا الموضوع أتوجه بسؤالي مباشرة إلى السيد محمد عمار الكاتب الاقتصادي الذي ينضم إلي من الدوحة عبر الهاتف. أهلا بك معنا سيد محمد. هل هذه التصريحات تعني بأن قيمة القطاع غير النفطي ستسجل قيمة أكبر في الناتج المحلي القطري مستقبلا، وبالتالي ما هي الموارد التي ستعتمد عليها قطر لهذا النمو؟ أهلا وسهلا. أولا لابد من الإشارة وهو أن دولة قطر وصلت إلى الذروة في إنتاج قطاعي النفط والغاز بوصولها منذ سنة 2010 إلى 77 مليون طن كأول دولة مصدرة للغاز. لذلك أعتقد أن في استراتيجية التنموية لدولة قطر 2011-2016 هناك توجه نحو تنويع الاقتصاد، خاصة مع الأمير الجديد القادم للبلاد، والذي حث إلى اعتماد موازنات برامج وأداء جديدة تعتمد على قطاعات ثانية تنويع الاقتصاد، سواء كان من خلال الصناديق السيادية في الخارج التي تستثمر وتدر عوائد مجزية، سواء كان بالتوجه نحو القطاعات الخدمية الثانية. وهناك يعني أرقام تبين أن مساهمة القطاع الخدمي والغير الهيدروكربون ينمو سنويا بنسبة 10%، والتخفيض من قطاع النفط والغاز الذي كان ينمو تقريبا أو يستحوذ على الإجمالي الاقتصاد الوطني القطري من 60-70%، حاليا هناك نية لتخفيضه في نسب تتراوح بين 45-55%، وبالتالي سيكون قطاع الخدمي بصفة عامة والقطاع البنوك والمواصلات والاتصالات، هذه القطاعات والقطاع التجاري والقطاع السياحة، خاصة هناك استحقاقات قادمة، هناك بناء تقريبا 50,000 شقة فندقية جديدة، استثمارات تقريبا ب$20 مليار في قطاع السياحة، استثمارات في المترو حاليا وسكك الحديد بتقريبا ب$45 مليار، هناك المطار الجديد، هناك الميناء الجديد، وبالتالي سيتم تنويع الاقتصاد نحو الاقتصاد الخدمي التجاري أكثر من القطاع النفطي الغازي. بالتالي ما القيمة التي ستكون يعني ضمن هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي؟ هناك توقعات بأن تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015، هل يمكن تحقيق هذا المعدل وهذه القيمة حتى عام 2015 سيد محمد؟ هو بالنسبة لدولة قطر القيمة وأنه في عام 2016 السنة الأخيرة من انتهاء الاستراتيجية هناك مشاريع نفط أو غاز، خاصة غاز جديدة ستدخل الانتاج من جديد عام 2017. لذلك لاحظنا أنه حتى النمو الاقتصادي كان ينمو برقمين سابقا، حاليا ينمو بين 6-7%. لذلك لاحظنا أنه حجم الناتج الإجمالي في دولة قطر سيكون في حدود أكثر من 800 مليار ريال عام 2016، وبالتالي ما أعتقده جازما هو أنه من خلال الموازنات الضخمة التي تضخ سنويا خلال هذه السنوات، أعتقد هو أنه القيمة الحقيقية لقطاع الغاز والنفط ستكون في حدود 50%، و 50% المتبقية ستكون بين القطاعات الشتى التي ذكرتها سابقا، خاصة البنوك، الاتصالات، المواصلات، الخدمات، التأمين، وصناديق السيادية المستثمرة خارج من خلال الأذرع الاستثمارية، سواء كان شركة الديار أو شركة الصندوق المختص في قطاع الطاقة التي يستثمر في عدد كبير من الشركات، أو من خلال جهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة. سيد محمد عمار الكاتب الاقتصادي كنت معي عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك. أطلق لبنان مناقصة استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل إن مشروع استيراد الغاز الطبيعي لتغذية محطات إنتاج الطاقة في لبنان يحقق وفرا سنويا يتعدى $1 مليار. وأوضح بأن وزارته وصلت إلى المرحلة الأخيرة من التقييم الفني والمالي للعروض بغية إنشاء محطة تخزين عائمة. والمشروع يؤمن الغاز في بداية عام 2016 بعد أن تكون الشركات قد أمنت إقامة المنشآت بكلفة تفوق $200 مليون أخذتها الشركات على عاتقها. أطلقت شركة شيل مشروع بناء سفينتها العملاقة بريليود في مياه كوريا الجنوبية، ومن المقرر بأن تعمل كمحطة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي، وتعتبر أطول من مبنى ناطحة السحاب إمباير ستيت في نيويورك. وتعتبر السفينة حال الانتهاء من بنائها أكبر جسم عائم في العالم، ويزيد وزنها على 600,000 طن. قالت شيل إن السفينة سوف تستخدم في المساعدة في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2017، وسوف تعمل لمدة 25 عاما قبالة السواحل الشمالية الغربية لأستراليا.
بهذا الخبر مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع. دائما يمكنكم مراسلتنا على عنوان البرنامج oil@cnbcarabia.com. هذه تحية مني ومن فريق العمل. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.